القرآن الكريم وصل القرآن الكريم إلى الأمة محفوظاً، وقد اجتهد العلماء في تسهيل حفظه وتلاوته اجتهادات كان من أبرزها تجزئته إلى 30 جزءاً، يبلغ عدد صفحات الجزء الواحد قرابة 20 صفحة، ليتمكن القارئ من ختمه في كل شهر، لا سيما في شهر رمضان المبارك. الجزء 20 من القرآن الكريم. اسم الجزء. يسمى الجزء 20 من القرآن الكريم بجزء فما كان جواب قومه لافتتاحه بهذه العبارة. بداية الجزء. يبدأ الجزء 20 بالآيات 56 من سورة النمل بقوله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. خاتمة الجزء. ينتهي بالآيات 45 من سورة العنكبوت بقوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عدد سور الجزء. اشتمل الجزء 20 على 3 سور: 38 آية من سورة النمل، سورة القصص كاملة، و45 آية من سورة العنكبوت. عدد آيات الجزء. بلغ عدد آياته 171 آية. زمن نزوله. نزلت آياته في مكة المكرمة. أشهر قصص الجزء. تضمن الجزء 20 من القرآن الكريم جملة من القصص، من أبرزها قصة قتل موسى للقبطي خطأ، قصة موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب، قصة قارون، قصة ولادة نبي الله موسى عليه السلام، قصة بناء فرعون للصرح. أجزاء القرآن الكريم. قصة قتل النبي موسى للقبطي خطأ. جاء في تفسير الطبري: لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة، حتى امتنعوا كل الامتناع. فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان، أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون. فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فغضب موسى واشتد غضبه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم، فوكز موسى الفرعوني فقتله ولم يرهما أحد إلا الله والإسرائيلي. قال موسى حين قتل الفرعوني: هذا القتل من تسبب الشيطان لي، بأن هيج غضبي حتى ضربت هذا فهلك من ضربتي. إن الشيطان عدو لابن آدم مضل له. ندم موسى على ما كان من قتله النفس التي قتلها، وتاب إلى الله منها وسأله المغفرة، فعفى الله لموسى عن ذنبه ولم يعاقبه به. قال موسى: ربي، بإنعامك علي بعفوك فلن أكون ظهيرا للمشركين. فأصبح موسى في مدينة فرعون خائفاً من جنايته التي جناها وقتله النفس التي قتلها
أن يؤخذ فيقتلى بها، ينتظر ما الذي يتحدث به الناس مما هم صانعون في أمره وأمر قتيله. ودخل المدينة في اليوم الثاني، فإذا الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس على الفرعوني يقاتله فرعوني آخر، فرآه الإسرائيلي فاستصرخه على الفرعوني. قال موسى للإسرائيلي الذي استصرخه وقد صادف موسى نادماً على ما سلف منه من قتله بالأمس القتيلة وهو يستصرخه اليوم على آخر: إنك أيها المستصرخ لذو غواية، قد تبينت غوايتك بقتالك أمس رجلاً واليوم آخر. وصل الخبر إلى فرعون وملئه وأجمعوا لقتل موسى فيما بلغهم عنه. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ليخبر موسى بقرار فرعون فقال: يا موسى، إن أشرف قوم فرعون ورؤساءهم يتآمرون بقتلك ويتشاورون ويرتؤون فيك، فاخرج من هذه المدينة، إني لك في إشارة عليك بالخروج منها من الناصحين. فخرج موسى من مدينة فرعون خائفاً من قتله النفس أن يقتل، ففر متوجهاً نحو مدين، وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنه بربه، وقال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. تمتلك قصة قتل موسى لرجل من أعدائه عبراً كثيرة، إضافة إلى مشاعر الندامة والتوبة ورحمة الله تعالى، وقد قرأها كثير من المرتلين على مقام البيات نظراً لما يتمتع به من استقرارات مستغرقة تتناسب مع الحكاية الطويلة، إضافة إلى إمكانية إبراز انفعالات متصاعدة مع تصاعد أحداث القصة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك
لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلون فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. أجزاء القرآن الكريم. قصة موسى عليه السلام وابنتي شعيب. جاء في تفسير الطبري: خرج موسى من مدينة فرعون خائفا من قتله الفرعوني خطأ، وتوجه تلقاء مدين. لما وصل ماء مدين ووجد من دون جماعة الناس الذين هم على الماء امرأتين تحبسان غنمهما عن الماء حتى يصدر عنه مواشي الناس ثم تسقيان ماشيتهما لضعفهما، قال موسى للمرأتين: ما شأنكما وأمركما تذودان ماشيتكما عن الناس؟ هل لا تسقونها مع مواشي الناس؟ قالت المرأتان لموسى: لا نسقي ماشيتنا حتى يصدر الرعاء مواشيهم، لأننا لا نطيق أن نسقي، وإنما نسقي مواشينا ما أفضلت مواشي الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فأتى إلى البئر فاقتلع صخرة على البئر، كان النفر من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها، فسقى لهما موسى فجعل يغرف في الدلو ماء كثيرا حتى كانتا أول الرعاء ريا، فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما، ثم تولى إلى ظل شجرة ودعا ربه. لما رجعت المرأتان إلى أبيهما سألهما عن سرعة سقيهما على غير عادتهما، فأخبرتاه بما وقع معهما من سقي موسى لهما. أمر أبو المرأتين إحداهما أن تدعو موسى لضيافة أبيها، فجاءت المرأة تمشي على استحياء وقالت له: إن أبي يدعوك ليثيبك أجر ما سقيت لنا. مضى موسى معها إلى أبيها، فلما جاء أباها وقص عليه قصصه مع فرعون وقومه من القبط، قال له أبوها: لا تخف، قد نجوت من فرعون وقومه، لأنه لسلطان له بأرضنا التي أنت بها. قالت إحدى ابنتيه: يا أبتي استأجره، إن خير من تستأجر للرعي القوي على حفظ ماشيتك، الأمين الذي لا تخاف خيانته. قال أبو المرأتين لموسى لما علم قوته وأمانته: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين
على أن تمهرها رعي ماشية 8 حجج، فإن أتممتها 10 فأحسن من عندك، وليس مما اشترطته عليك، وما أريد أن أشق عليك. ستجدوني إن شاء الله من الصالحين في الوفاء بما قلت لك. قال موسى لأبي المرأتين: هذا واجب بيني وبينك، على كل واحد منا الوفاء لصاحبه بما أوجب له على نفسه، فأي الأجلين فرغت منها فوفيتكها رعي غنمك وماشيتك، فليس لك أن تعتدي علي فتطالبني بأكثر منه. وذكر أن الذي وفاه من الأجلين أتمهما وأكملهما. في قصة موسى مع ابنتي شعيب تتبدى معاني الرجولة والإعجاب بقيم البذل والعطاء دون انتظار المقابل. ومن القراءات البارزة للقصة ترتيلها على مقام السجا الذي يحمل إحساس السرد مع إمكانية النقل إلى مقامات فرعية تتيح إمكانية إبراز حالات نفسية وعاطفية مستجدة مع تطور أحداث القصة. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني
أعطاني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. أجزاء القرآن الكريم قصة قارون جاء في تفسير الطبري كان قارون من عشيرة موسى بن عمران وكان يسمى المنور من حسن صوته بالتوراة ولكنه نافق وبغى على قومه بكثرة ماله قال له قومه واعظين له لا تبغي يا قارون على قومك بكثرة مالك والتمس فيما آتاك الله من الأموال خيرات الآخرة وأحسن في الدنيا بإنفاق مالك الذي آتاكه الله في وجوهه وسبله قال قارون لقومه إنما أتيت هذه الكنوز على فضل علم عندي علمه الله مني فرضي بذلك عني وفضلني بهذا المال عليكم لعلمه بفضلي عليكم قال الذين يريدون زينة الحياة الدنيا من قوم قارون حين رأوا قارون خارجاً عليهم في زينته يا ليتنا أعطينا مثل ما أعطي قارون إن قارون لذو نصيب من الدنيا فقال الذين أوتوا العلم ويلكم اتقوا الله وأطيعوه فثواب الله وجزاؤه لمن آمن به وبرسله وعمل بما جاءت به رسله من صالحات الأعمال في الآخرة خير مما أوتي قارون من زينته وماله فغضب الله على قارون فخسف به وبماله وداره تتضمن قصة قارون موعظة وعبرة لبني الإنسان ألا يغتر بثروتهم وتذكر بالعقوبة الإلهية لمن خالفوا تعاليم النبي ومن التلاوات المعبرة عن هذه القصة تلاوتها على مقام الرست الشرقي الذي يمس المشاعر بعمق تعبيره قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا دنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب
يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسف نا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء، يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. أجزاء القرآن الكريم. الدعاء مخ العبادة ومصدر السكينة والسعادة، به تطمئن القلوب وتفتح الدروب لمرضاة علام الغيوب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك
ونبيا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأنت أرحم الراحمين. وأسألك أن تجعل كل قضاء